مدير مركز الدراسات والعقود الإنسانية والاجتماعية بوجدة، السادة ممثلي وسائل الإعلام بالجهة الشرقية، سعيد جدا باللقاء معكم. يتعلق الأمر إذن بتنظيم المهرجان الوطني الأول للفيلم الروائي القصير بوجدة. هذا المهرجان الذي سينظم أي الذي يمكن أن يطرح بهذا الصدد هو لماذا مهرجان وجدة للفيلم الروائي القصير؟ فأمام هذه النهضة الحضارية الكبرى وهذا التأهيل العمراني الذي تعرفه مدينة وجدة في السنوات الأخيرة، كان من المفروض ومن المنطقي ومن الضروري جدا مسايرة هذا التأهيل في جوانب أخرى ثقافية وعلمية وفنية، وذلك بالقيام بمبادرات وأنشطة تثري هذه الجوانب وتعززها. ومن بين هذه المبادرات جاءت فكرة تأسيس مهرجان وجدة للفيلم الروائي القصير في نسخته الأولى. والمهرجان في نسخته الأولى سيسعى إلى رسم مكانة وبصمة ضمن خريطة المهرجانات الوطنية، مما يستوجب تضافر الجهود بين جميع الفاعلين لإنجاح هذه التظاهرة، وطبعاً على رأسهم أنتم. ويبقى المهرجان مفتوحاً في النسخ القادمة على تغييرات وتطورات لا تمس نوع السينما الهادفة والمربية التي يعلنها، بل يمكن توسيع نوعية المشاركين ليصبح مهرجانا دوليا في النسخة الذهبية وخاصا بالشباب في النسخة الفضية. ويبقى الجديد بالنسبة لمهرجان وجدة الأول للفيلم في كونه يشتمل على هاتين المسابقتين المتوازيتين المفتوحتين أمام عينتين مختلفتين من المشاركين، المحترفون من جهة والهواة من جهة ثانية. فمسابقة المنار الذهبي وهي مفتوحة أمام كل الأفلام والمشاركات المخرجين المحترفين، المخرجين الشباب، طلبة المدارس والمؤسسات السمعية البصرية ومدارس السينما، الخريجين الجدد بالمعاهد السمعية البصرية، الأفلام الفائزة بالمهرجانات الوطنية التضامنية السابقة. ثم مسابقة المنار الفضي وهي مفتوحة أمام الأندية على صعيد المؤسسات التعليمية بكل أنواعها، طلبة الجامعات، الأندية السينمائية المغربية، الأفلام الفائزة في مهرجانات الهواة. طبعا المشاركون في هذه المسابقة، مسابقة المنار الفضي، سيستفيدون من خبرات وتجارب المشاركين في مسابقة المنار الذهبي من خلال الاحتكاك واللقاءات وحضور ورشات والندوة ومشاهدة العروض، لتبقى نقطة قوة المهرجان هو هذا التلاقح والتلاقي والاختلاط بين محترفين وهواة ومبتدئين حتى تتم استفادة فئة من خبرة فئات أخرى. طبعا ستكون هناك لجنة تحكيم، هذه اللجنة لا بأس من أن نطلعكم على مكوناتها، تتشكل من مخرج محترف وهو الأستاذ العربي عز العراب، رئيس القسم التقني بالمركز السينمائي سي محمد الصبري، ممثلة المعروفة نعيمة إلياس، الأستاذ والباحث والمؤلف وهو أستاذ جامعي سي يوسف أيت هموم، ثم الأستاذ والناقد فريد بوجدة. ضيوف مهرجان سيكون هناك ممثلون مرموقون كضيوف لهذا المهرجان، نذكر من ضمنهم كمال كاظمي المعروف بحديدان، أمل طرش، محمود الكغاط، وبعض الشخصيات من عالم التربية والثقافة والفن والصحافة والأدب. ثم توريا مجدورين كشاعرة وأمينة عامة للجنة الوطنية المغربية لليونسكو ورؤساء بعض المهرجانات الوطنية. الورشات المقترحة في المهرجان، هناك ورشات للمشاركين في المسابقات، سيتم العمل بثلاث ورشات احترافية، ورشة الكتابة السينمائية، ثم ورشة الإخراج، ورشة المونتاج. وبالنسبة للورشات المرتبطة بالتلاميذ فسيتم العمل بورشتين
يستفيد منها تلاميذ الطلبة وبعض الزوار، ورشة عرض أدوات التصوير وطريقة إنجاز الفيلم مع المونتاج، وسيؤثرها المخرج الشيخ، ثم ورشة المؤثرات الصوتية ويؤثرها مهندس الصوت. نهدف من خلال هاتين الورشتين إعطاء فكرة للتلاميذ طبعا وبعض الزوار حول المراحل الأساسية لإنتاج الفيلم. كذلك بموازاة مع أو يعني في خطاب هذا النشاط، سيتم تنظيم قافلة المركز السينمائي التي ستجر بعض المدارس للتعليم بالسينما في المغرب والأنشطة التي يقوم بها المركز السينمائي مع عروض الأطفال. أشرت قبل قليل إلى الندوة وسيشارك فيها كل حضور في المهرجان، وستكون بعنوان السينما الهادفة ودورها في مناقشة قضايا المجتمع، وسيؤثرها كما قلنا الأستاذ علوي عز العراق ويوسف أيتمو. الندوة ستنقل على شكل مباشرة إذاعة جهوية. مجموعة من الإجراءات تصاحب هذا المهرجان شرعنا فيها بهذه الندوة الصحفية التي نعتقد أنها الباب الأساس والمفتاح الرئيسي لتهيئ لهذا العمل الذي سنسعى من خلاله جميعا جنبا إلى جنب لجعله إشارة قوية للعمل الجاد بالجهة الشرقية ونقطة إشعاع يجعل كما أشرت في معاون حديثي الواضع الكالندري ديالو، كل شخص غيدير الكالندري ديالو، ياخذ بعين الاعتبار ان كاين واحد المهرجان في الجهه الشرقيه في تاريخ كذا، باش في كل سنه الا وياخذ بعين الاعتبار، اي كاشاره قويه من الجهه الشرقيه باشعاعها باطرها بكفاءاتها المتميزه الحمد لله التي تزخر بها. طبعا ستكون هناك مشاركه وحضور قوي لكم لوسائل الإعلام، للقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والمحلية والوطنية والخاصة، للصحف الوطنية، للصحف الإلكترونية، للصحف الجهوية طبعاً والمحلية، للمجلات المختصة، للقناة الأولى ولمعيد البرنامج ديال السينما ديال دوزان. مجموعة من العمليات أيضاً مصاحبة لهذا العمل هذا، منها ما أنجز ومنها ما هو في طريق الإنجاز. فإنشاء كتاب المهرجان تم إنجاز هذا الأمر، إنشاء عنوان إلكتروني للمهرجان، وهو على كل حال لابد أن يكون الاتصال www.tv.com، ثم إنشاء موقع خاص للمهرجان كما قلت أنجز، خلق مجموعة من أصدقاء المهرجان على الفيسبوك، وإنجاز بطاقة مشاركة وتقديمها أمر أيضاً تم إنجازه، ثم بداية إنشاء اللجان حسب الأولويات ووضع جدول زمنية تضبط كل مراحل العمليات إلى من هنا إلى بداية المهرجان. شكراً جزيلاً سيد المدير الفني لنا، تحية إخوان السادة والأساتذة الأعزاء، ومفيدي الصحافة وسائل الإعلام لمدينة قدام الجهة الشرقية. وبدوري سأنهي كلمات كثيرة بعد المداخلة الضافية للسيد الأكاديمية، أوضح من خلالها وقدم لحضراتكم من خلالها هذا المهرجان. بقي لي فقط أن أتقدم بدوري باسمي وباسم مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بالشكر الجزيل لكم جميعا على المجهود الأول الذي تقوم به الصحافة الوطنية ووسائل الإعلام المختلفة، دور كبير تقوم به هذه الجهه بلادنا، وعلى حضوركم في هذا اللقاء الذي نعتبر ان حضوركم فيه هو مساهمه من طرفكم في انجاح هذا المشروع الان الذي بدانا فيه الحقيقه. كان مشروعا قبل ان نشرع في الخطوات الاساسيه الاولى له، الان اصبح مشروعا او قائما بالفعل. وهو كما استعلم جميعا يهدف الى تحقيق عدد من الأمنيات التي كانت تداعب إليها جميعا كمواطنين في الجهة الشرقية، كفاعلين في مختلف الميادين الثقافية والإعلامية والفنية والبحثية والفكرية. ننتمي لهذه الجهة، لتكون هذه الجهة كما استمعنا محطتها
الثقافية الفنية التي توضع على أجندة الفعاليات الثقافية الفنية الوطنية الكبرى كل سنة وتكون معلم أو إحدى معالم هذا الموضع السعيد الوطني. هذا جزء يمثل أحد التجليات الكبيرة التي تقوم بها على المؤسسات. بالمناسبة تقدم الشكر والتحية للجهة صاحبة المبادرة في الواقع في الأكاديمية الجهوية للتكوين والتي بادرت في هذا الموضوع والتي هذه المبادرة ونحن جميعا في الواقع هنا مساهمة لله في إنجاح هذه المبادرة كل يوم يدعم جميعا. فأشكركم الشكر مرة أخرى وأرجو أن يكون هذا اللقاء فرصة لنتواصل حول ما قد لا يبدو واضحا للجميع.